سلام بابا. بابا ولدي ما فيقتك؟ واش كديري ولدي؟ والو غير جيت نطلع ليك. وتهلا في راسك وليدي. اي اي وتهلا في قرايتك. اي وتهلا في ماماك. الله يرضى عليك وليدي. الله هاك قبل ما ننسى هاد السويرتات هادو عطيهم لعمك. اي عقمهم. اي وغسل يديك مزيان. اي حمد لله مقاد في جيبك. الله تهلا في راسك وليدي. اي تهلا في راسك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. بابا لا بابا ما تقوليش غادي تموت. ما تقوليش غادي تموت. تقوليش بابا غادي تموت. لا بابا. من أنت؟ ما رأيك أن أخذه إلى الملك؟ ألم تجدوا بعد جسما مستضيفا لمملكتنا؟ لا يا سيدي، نحن لازلنا نبحث. لقد وجدنا دخيلا يا صاحب الجلالة. أحضره إلى هنا. أنت مالك الفيروسات؟ أنت مالك قتلت لي يا بابا؟ بغيت نعرف علاش كتقتلوا البشر؟ نتوما كلكم مرض خبيث المجرمين. نحن لسنا مرضا، بل انتم فيروس هذا الكوكب الذي دمرتموه بتلويثكم له بمصانعكم وسياراتكم وسمومكم التي ترمونها هنا وهناك. كوكب الأرض يحتضر، ونحن جئنا لعلاجه منكم والقضاء عليكم. لا فكم ما تقتلوناش، وكان وعدكم باللي ما عمرنا ولا غادي نعودوا هاد الأعمال الخبيثة غير ما تقتلوناش. ومن أنت حتى تتكلم باسم البشرية؟ كن هاني، أنا عارف اش غادي ندير. السلام عليكم يا قادة العالم، أنا أخاطبكم نيابة عن جميع الأطفال، فنحن المستقبل، وهذا الكوكب ليس لكم كي تدمروه وتقضوا على الحياة فيه وتقتلوا الحيوانات وتحرقوا الأشجار. ولقد عقدت ودنة مع ملك الفيروسات. أترككم مع كلمة الله. أيها البشر، هذا مجرد إنذار منا لكم. سوف نختفي من حياتكم مقابل أن تحافظوا على حياة هذا الكوكب. كفى من التلوث، كفى من قتل الحيوانات، كفى من حرق الغابات وقطع الأشجار. كفى كفى.